تغذية الأطفال لها عدة أنواع وعدة أقسام، كل قسم يتناسب مع الفصل المعين من فصول السنة. نجي مثلا في البداية الفصل الشتوي، الفصل الشتوي له أحذية معينة تعتمد على على الصوف، على الفرو، على الفرو الناعم من الداخل، من داخل حذاء الطفل. في عامل مشترك لجميع الفصول بالنسبة لحذاء الطفل اللي هو الأريحية التامة للطفل. الآن ثقافة المستهلك أو ثقافة الأب أو والدين الطفل يعني مرتفع بشكل كبير جدا. أول ما يخش لأي محل مختص بأحذية الأطفال، السؤال المهم والسؤال الرئيسي عن الحذاء الطبي والجودة، الجودة والنوعية للحذاء. مو حيلا حذاء ياخذ أو اللي يهمه الشكل. هذا النوع من أحذية الأطفال هو الخاص بالمناسبات، مناسبات أفراح، مناسبات حفلات للأطفال، يعني مناسبات رسمية. دائما الألوان تتكون في الأحذية الرسمية للأطفال أو أحذية المناسبات عن اللون الفضي، اللون الذهبي. هذا أقوى حاجة. يجي في المرتبة الثالثة اللون الأسود، ودائما أو شيء أساسي تكون مطعمة الأحذية، أحذية الأطفال أو أحذية السهرة أو أحذية الحفلات مطعمة بالستراتس، أساس يعني يتناسق مع الجسم ومع التكوين ومع الحفلة بشكل كامل. هذا النوع الآخر من أحذية الأطفال هي الأحذية الشتوية. الأحذية الشتوية تعتمد على توفير الراحة لقدم الطفل، وأيضا تعتمد على توفير أو شيء أساسي في التصنيع لها توفير الدفء. فنلاحظ شوف من الداخل يكون يعني مصنوعة من الفرو الداخلي، الفرو الناعم، وبرضه من الأشياء الخارجية من الجلد الخالص. يتناسق تمام التناسق مع لباس الأطفال الشتوية، ويكون منظر جمالي يعني يناسب سن الطفل ويناسب حيويته. Thank you.
الأطفال الآن صار يشدهم بشكل كبير الموظف، وين يأخذ الموظف من؟ من فين يكتسب الموظف؟ من الأفلام أو من التلفزيون بشكل عام، أو من يعني مطالعتهم أثناء الرحلات الخارجية خاصة لبس المشاهير. كثير من الأطفال أول ما يخش تشد أي شخصية كرتونية، لا يبغى منها أي، تشد أي لون معين، لون الفاشن في السنة هذه يشد ماركات معينة. من فين تعلمها؟ من وسائل الإعلام، من وسائل التواصل الحديثة اللي الآن ما شاء الله الأطفال يعتبرون يعني محترفين في